السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. 14 شعبان کا پاورفل وظیفہ. میرے پیارے دوستو، آج میں آپ کو ایسی دعائیں بتانے جا رہا ہوں، جو بھی ان دعاؤں کو پڑھ لے گا اللہ ان کے لئے دولت کے پہاڑ عطا کرے گا، ان کی دعائیں قبول کریں گے اور اللہ ان کی پریشانیاں بھی ختم کر دے گا. وہ دعائیں ہیں: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، صلى الله عليه وسلم نبيا، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. الله پاك عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.